المطلوب منا الآن أن نبسط لوغاريتم الأساس 5 لـ x للقوة 3. مرة أخرى يمكننا أن نعيد كتابة هذا بطريقة أخرى، يمكنك أن تقول أنه سيصبح أكثر بساطة، والخاصية اللوغاريتمية التي أعتقد أنه يجب استخدامها لهذا المثال هي الخاصية إذا أخذت لوغاريتم الأساس، اسمحوا لي أن أختار حرفا، لوغاريتم الأساس x ل y للقوة z، فهذا يعادل z مضروبة في لوغاريتم الأساس x ل y. إذن هذه خاصية لوغاريتمية عند أخذ لوغاريتم أساس معطى شيء ما مرفوع لقوة، فيمكنني أن أخذ القوة خارجيا وأضرب ذلك بلوغاريتم الأساس لواي في هذه الحالة. إذن نطبق هذه الخاصية هنا وسنحل هذه المسألة بسرعة، ونتحدث عن سبب أن هذا الشيء منطقي. إذا طبقنا ذلك هنا سنحصل على لوغاريتم الأساس 5 لـ x للقوة 3، وهذا الأس الذي هنا وهو يعادل z. دعوني أستخدم لونا مختلف. الثلاثة تعادل، يمكننا وضعها خارجيا، تعادل 3 ضرب لوغاريتم الأساس 5 لـ x، وانتهينا. هذه طريقة أخرى لكتابتها باستخدام هذه الخاصية. إذن يمكنك أن تقول أن هذا تبسيطا، حيث تأخذ الأس خارج اللوغاريتم وتضرب اللوغاريتم بهذا العدد. الآن دعونا نفكر لماذا هذا منطقي. لنفترض أننا نعرف أن سأختار لون آخر. هنا لنفترض أننا نعلم أن A للقوة B تساوي C، وإذا كنا نعلم ذلك فإن هذا يعبر عن معادلة أسية. إذا أردنا أن نكتب نفس الشيء بصورة معادلة لوغاريتمية، سنقول أن لوغاريتم الأساس A لـ C يساوي B، فما هي القوة التي يجب أن أرفعها لـ A حتى أحصل على C؟ سأرفعه للقوة B. A للقوة B تساوي C. الآن دعونا نأخذ طرفي المعادلة هنا ونرفعهما للقوة D. أريد أن أوفر مساحة، لذا سأعيد الكتابة هنا. إذن سأكتب المعادلة الأصلية A للقوة B تساوي C، وهذا مجرد إعادة، لكن دعوني أرفع كلا طرفيهما للقوة D. علي استخدام الأحرف الكبيرة لجميع القيم، إذن هذا يجب أن يكون B، وهذا بالأحرف الصغيرة. إذن دعوني أكتب بهذه الطريقة، سأرفع هذا للقوة D وسأرفع هذا للقوة D. من الواضح أن هذان الشيئان متساويان، إذا رفعت كلا الطرفين للقوة نفسها فإن المساواة ستبقى موجودة. ما هو مثير للاهتمام هنا هو أنه يمكننا أن نقول الآن، ما يمكننا أن نفعله هو أن نستخدم خصائص الأسس. انظروا، إذا كان لدي A للقوة B ثم رفعتها للقوة D، فالخاصية الأسية التي نستخدمها هنا مضمونها أن هذا يعادل A للقوة B ضرب D. إذن A للقوة B ضرب D. دعوني أكتب هذا، سأستخدم لونا مختلفا، دعوني أستخدم اللون الأخضر. إذن استخدام ما يعرف بالخاصية الأسية، هذا يعادل A للقوة B ضرب D. إذن لدينا A للقوة B ضرب D تساوي C للقوة D، والآن هذه المعادلة الأسية إذا كتبناها بصورة معادلة لوغاريتمية، نقول أن لوغاريتم الأساس A، لوغاريتم الأساس A ل C للقوة D تساوي B ضرب D.
ما هي القوة التي يجب أن أرفعها لA حتى أحصل على C للقوة D؟ حتى أحصل على هذا علي أن أرفعه للقوة BD، لكن ماذا لو كنا نعلم ما هو B؟ نحن بالفعل نعلم أن B عبارة عن هذا الشيء، فإذا عوضنا هذا مكان B ويمكننا إعادة كتابة هذا BD، نحصل على لوغاريتم الأساس A ل C للقوة D يساوي BD، أو يمكنك أن تسميها DB حيث يمكن تغيير الترتيب. إذن هذا يساوي D مضروبة في B. B عبارة عن لوغاريتم الأساس A ل C. إذن حصلنا عليه. إذن أعدنا كتابة هذه الخاصية، لوغاريتم الأساس A ل C للقوة D، وهذا يعادل D ضرب لوغاريتم الأساس A ل C، وهذا ما طبقناه هنا.